بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين. هقرأ في الموضوعات اللي كنا ابتدينا نتأمل فيها من عدة أسابيع عن آيات في سفر الأمثال في الإصحاح السادس في عدد 16. يقول هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكار رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. وفي الجزء اللي هنتأمل فيه النهاردة اللي هو قلب ينشئ أفكار رديئة، وعايز أقرأ عدة آيات من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي في الإصحاح الثالث. خدوا بالكم من المعنى: إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. ومتى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين. في البداية أولا بشكر كورال الكنيسة والترانيم الجميلة اللطيفة والترانيم العايشة يعني، وبتعبر تعابير جميلة سواء في الموسيقى أو الأداء أو الكلمات. بشكر كورال شباب الأمبر ويس، وبشكر أباء الكنيسة الأحباء هنا. وفعلا أنا كنت هنا من حوالي سنة، كنت في الاجتماع هنا، وإحنا بنلف وبنزور كنايس علشان أعمال الصيانة والترميم الجارية في الكاتدرائية دلوقتي. كمان بحب أنتهز الفرصة عشان أهني كل شباب مصر وشاباتها اللي نجحوا في الثانوية العامة، الناجحين والمتفوقين والأوائل، وهنيهم بمجهود سنة وحصاد كثير وحصاد كبير. وبهنئ أيضا كل شباب مصر، شباب وشابات اللي أكملوا دراسة الجامعة الكليات، شباب الكليات العسكرية والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة والجامعات المصرية كلها. والأسبوع اللي فات يمكن تكونوا تابعتوا بعض الاحتفالات لتخريج شباب مصر في هذه الكليات، وإزاي احتفلت الدولة كلها وبحضور السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ازاي حضروا مع كل كبار المسؤولين، حضروا الاحتفال بالأوائل، والأوائل بس مش في الكليات العسكرية، وأيضا أوائل الجامعات المصرية. حاجة تشرف وحاجة تعطي أمل ورجاء للمستقبل بهؤلاء الشباب والشابات اللي اجتهدوا وكان نصيبهم من جهاتهم أنهم يكونوا من الأوائل. في سفر الأمثال يقدم الله لنا، وكاتب سفر الأمثال هو سليمان الحكيم، بيقدم لنا قائمة من سبع خطايا. هذه الخطايا تصنعها أعضاء جسم الإنسان. الله خلق الإنسان بالصورة الجميلة، ولكن الإنسان يستخدم أعضاءه في الخطية. فابتدى نمرة واحد اتكلم عن عيون متعالية، ودي اللي بنسميها رأس البلايا اللي هي الكبرياء، صاحب العين المتعجرفة. ونمرة اثنين لسان كاذب، صاحب الكذب. وزي ما قلت لكم في تأملنا ان الكذب
ليس له مكان في ملكوت السماوات. الكذبة. ونمرة ثلاثة الإيد، أيدي سافكة دما بريئا. الإيد ربح الله خلقها علشان تعمل أعمال عظيمة في حضارة الإنسان وتقدم الإنسان، والإنسان يستخدم عطية الله فتكون يده سافكة دما بريئا. نمرة أربعة اللي هي محور حديثنا في هذه الليلة، بعد ما اتكلم على العين واللسان والإيد ودول ظاهرين، ابتدى بقى يدخل جوه وابتدى يتكلم على القلب. وزي ما قلت لكم هم قائمة من سبعة، فنمرة أربعة دي تبقى وسطهم. فقال كده: قلب ينشئ أفكارا رديئة. التفكير عطية عظيمة وعطية قوية من عند الله. وأشكال التفكير اللي جوه أذهاننا، أشكال التفكير دي عديدة جدا. لو أنت قاعد دلوقتي يمكن تكون بتفكر في حاجات كتيرة خالص، ويمكن من ساعة ما جيت تفكر في حاجة، بعدها بنص ساعة في حاجة تانية وحاجة تالتة وحاجة رابعة وانت قاعد مكانك. أشكال التفكير بيحصروها دايما في ثلاث أشكال: الأفكار والصور الذهنية والمعلومات. طبعا أنا بتكلم كلام عام، يعني الأفكار اللي في ذهننا. والحقيقة الأفكار دي مش في ذهننا بس، ده هي الحقيقة في قلبنا. صح، بنقول العقل هو عضو التفكير، ولكن القلب هو اللي بيحرك كل ده. عملية الأفكار تنمو مع الإنسان منذ الصغر. بيشوف إيه؟ بيسمع إيه؟ بيلمس إيه؟ بيختبر إيه؟ وشوية بشوية تنمو أفكاره وتتكون عنده حصيلة من الأفكار. مرة من أسرته كبار، بابا ماما أخواته كبار صغيرين، مرة من الأهل بصفة عامة، مرة من التعليم الحضانة المدرسة الجامعة، مرة من مؤسسة العبادة الكنيسة، مرة من الإعلام القراءات المشاهدات السماعات الزيارات، عمالة تصب أفكار. يا ترى الأفكار دي شكلها إيه؟ والأفكار الإنسان هي التي تظهر في كلامنا، يقول لنا الكتاب لغتك تظهرك. والأفكار هي اللي بنشوفها بقى في أفلام السينما، في عروض المسرح، في الروايات، في الإعلانات. يعني تلاقي كده الرجل اللي بيعمل إعلان بيدور على فكرة، فكرة، كلمة مشهورة، حاجة بنستخدمها ويبتدي يبني عليها الإعلان بتاعه. بنشوفها في الصحافة، أفكار لا تنتهي، وبناء على الأفكار تكون تصرفاتك وسلوكياتك. يعني مثلا واحد دخلت عنده فكرة أن السعادة هي من المال، خلاص بقى اللي بيحركوا الفكرة دي. واحد تاني دخلت عنده فكرة أن سعادته من الأكل، يأكل ويشرب ما لذ وطاب، هي السعادة عنده كده. واحد تاني دخلت عنده فكرة أن سعادته من اللبس، يلبس لبس شكله كده، طريقته كده، مطه كده، إلى آخر. هذه الصورة الأولى في موضوع التفكير. الصورة الثانية ما نسميه بالصور الذهنية. إيه بقى الصور الذهنية دي؟ يعني الأفكار اللي دخلت جواك عملت شوية صور تحدد كل شيء في حياتك. هدي لكم مثال. الشيطان لما جه يحارب حواء وحب يشد حواء كده بعيد عن ربنا، ما ضربهاش بعصايه،
ضربها بفكرة، فكرة. قال لها يعني أنت واثقة في ربنا قوي كده؟ ده الكلام اللي قاله ربنا ده مش مظبوط. ده أنت يوم ما تاكلي من الشجرة تصيري مثل الرب، عارفة الخير والشر. دخلها في دايرة شك، فتكونت عندها صورة ذهنية إن ربنا ده ظالم، إن ربنا ده مش عايزني أكبر. صورة ذهنية. أقول لك زي إيه؟ أب بيضرب ابنه باستمرار، فتكونت عنده صورة أن الأب قاسي. فتيجي بقى يجي في الكنيسة ونطبطب عليه ويقول له ربنا بيحبك، ده ربنا زي أبوك. هو عنده صورة ذهنية تانية. طب زي ربنا تقول لي زي أبويا؟ مش ممكن. واحد تاني عنده صورة الصليب، الصورة الذهنية اللي عنده الصليب، وبيتخيل، والصورة ده هي موجودة عنده وإيمانه مبني عليها، وأن الصليب هو الوسيلة لكي ما يعود الإنسان إلى حضن الله. كان واحد تاه، واحد ضاع، واحد بعد، فالمسيح على الصليب فتح ذراعيه وفتح أحضانه لكل إنسان يريد أن يلتجئ إليه. فتكونت عنده صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية صورة مقدسة، أن الصليب يفتح أحضان الله. وقيسوا على هذا صور كثيرة. مثلا ممكن مصنع من المصانع يعمل إنتاج ويحط عليه علم البلد، علم مصر. يوم وانت بتستخدم المنتج ده يكون عندك كده شعور بالوطنية، ويزداد أكتر لما تروح في بلد تانية وتلاقي المنتج المصري بيتباع في البلد دي. تمسك المنتج ده زي الشعار اللي صنع في مصر. صورة ذهنية. احنا نحتاج ان يكون عندنا صور ذهنية إيجابية كثيرة. الشكل الثالث من التفكير هو شكل المعلومات والذكاء. خش عندك معلومات من الدراسة بقى، من التحصيل الدراسي، بس أحيانا المعلومات ده هي تبقى خالية من الله وبعيدة عن الله، زي الذين يسلكون طرق الإلحاد، وتكون النتيجة إن الإنسان زي ما قال عليه الكتاب هلك شعبي من عدم معرفة الله. يعني تدخل معلومات كتيرة 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 بس ما فيهاش ربنا، تدمر الإنسان وتفسد المجتمع. يقول لك قد هلك شعبي من عدم المعرفة، وشعب لا يعقل، شغلش مخه، يسرع، يسرع أن يموت. دي في هوشع 4. وهكذا. ولذلك من المآسي الحاضرة في هذا الزمان على مستوى العالم أن الثقافة الإنسانية بدأت تستبعد الله. واللي يستبعد الله يسير في طريق معوج وتنتهي حياته. أنا بقول المقدمة وإن كنت طولت فيها شوية، لكن عشان أوصل إلى قلب ينشئ أفكار رديئة. القلب مركز الفكر، ومركز للعقل، ومركز للمشاعر وللإرادة وللإحساسات. وعشان كده الوصية تقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، كل القلب. والقديس مكاريوس الكبير له عبارة لطيفة قوي، يقول كده القلب هو معمل للحق ومعمل للظلم. يعني ممكن قلب الإنسان يتملى حق أو يتملى ظلم، وأيضا للبر كما أنه أيضا للشر. يا ترى بتملى قلبك إيه؟ هنا السؤال، بتملى قلبك إيه؟ خد بالك العبارة اللي بنتأمل فيها قلب ينشئ، ينشئ يعني ينتج، ينشئ أفكار رديئة.
وقديس مكاريوس بيقول في نفس العبارات: كما أن القلب يمكن أن يصبح مأوى للشياطين، كذلك أيضا يمكن أن يصبح مسكنا لله وللملائكة. بنلاقي في عبارات في الإنجيل الجميلة يقول لك وجع القلب، لأن القلب ده مركز للحزن. يقول لك كمان مثلا كآبة القلب، قلب يبقى متاخد كده، أو مركز للفرح. يقول لنا الكتاب: سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. اسمع كده، في أول خلقة الإنسان في سفر التكوين في إصحاح 6، اسمع العبارة الغريبة دي، يقول لك: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وإن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. الآية بقى جت أهي، هقراها تاني. رأى الرب أن شر الإنسان، ده الكلام ده في بداية الخليقة، بداية الخليقة من قرون وقرون، ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ما عادش بيفكر غير في الشر. ليه؟ لسبب بسيط جدا، أن الإنسان طرد من أمام وجه الله، فلم يعد كل يوم يرى الله، وهذه هي المأساة الإنسانية. هو القلب هيجيب أفكار وحشة منين؟ هو مش واقف قدام ربنا، مش واقف قدام النور، يبقى في داخله ظلام، في داخله شر. عشان كده بيحكي في رسالة العبرانيين عن قوة الكتاب، يقول كده: كلمة الله حية وفعالة، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. يعني كلمة ربنا تخش جوه قلب الإنسان تفرز، زي بالظبط ما بيقعد كده، تقعد الأم تمسك طبق تنقي فيه أي بقوليات، ثم تفصل الحلم عن الوحش. كلمة الله تفصل بهذه الصورة. من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان. وعشان كده نقرأ في الكتاب على أنواع من القلب: قلب شرير، قلب متمرد، قلب ماكر، قلب متكبر، قلب مظلم، قلب غير تائب، إلى آخر. قلب ينشئ أفكار الرديئة. تعال بقى نعمل كده رحلة سريعة، ونقف عند بعض المشاهد اللي ظهر فيها هذا القلب الذي ينشئ الأفكار الرديئة. يوسف الصديق وإخواته. يوسف الصديق كان الصغير، وكان مليان بمشاعر الحب واللطف، وكان يروح يسأل على إخواته، قلبه حلو. إخواته بقى شافوه من بعيد كده، فكروا يعني إيه؟ ابتدى قلبهم يطلع أفكار رديئة. إزاي نقتله؟ إزاي نخلص منه؟ هو ده صاحب الأحلام، هو ده اللي واخد البركة، وابتدت الأفكار عمالة تتولد جواهم. هوذا صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه في أحد الآبار. وقتلهوش، حطوه في البير، وبعدين طلعوه. شو بقى الفكرة؟ بيجيب فكرة، فكرة وحشة تولد فكرة وحشة. كانت النتيجة إن باعوه لقافلة الإسماعيليين وهي عابرة عليهم، وقلب يحمل كراهية، ويروحوا يكذبوا على أبوهم، يوسف مات. وتكون النتيجة قلب ينشئ مش فكرة واحدة، ينشئ أفكارا رديئة. القلب كالإناء، كما في الإناء تأخذ،
لو كان ما في الإناء صالحا هيطلع منك حاجة صالحة، لو كان في الإناء شر هيطلع منك شر. ولذلك لغة الإنسان هي التي تظهره، زي ما قلت وزي ما بيعلمنا الكتاب، لغتك تظهرك. وانتوا لما بتقعدوا قدام التلفزيون تسمعوا أي حاجة بتتقال، مش تسمع الحاجة، افهم كل كلمة لما بتسمعها ووزنها، لأن لغة الإنسان تظهر وتظهر معدنه إيه؟ خبيث، صادق، ماكر، كاذب، مخادع، إلى آخر هذه الصفات. تعال ناخد مشهد آخر من القلب الذي ينشئ أفكار رديئة، حسب الترنيمة اللي كانت قدامنا بتاعة داود وجلياط. داود صار ناجحا، شاول ابتدى يغير منه، وشاول كان الملك، وابتدى يعرض عليه، قال له تعالى جوزك بنتي الكبيرة وخليك قائد في الجيش. في العهد القديم الكلام ده، دي مش نية صح، دي أفكار رديئة. حطه في المقدمة عشان يدخل حرب ويموت ويخلص منه، واعتبرها دي فكرة وحيلة. شوف شاول بيقول ايه، لا تكن يدي عليه، مش همد يدي عليه على داود، بل لتكن عليه يد الأعداء لما يخش الحرب يعني. لكن كانت النتيجة ان داود دخل الحرب وغلب وانتصر. فكر رديء، اوعى تفتكر ان الفكر ده هيعدي كده من غير حساب. تقولي وانا اقدر اتحكم في افكاري؟ اقول لك ما انت اللي دخلتها في قلبك، ما انت اللي سمحت بيها في قلبك. مشهد ثالث من مشاهد القلب الذي ينشئ افكار رديئة، مشهد اخي توفل صاحب المشورة الشريرة من ايام داود وابشالوم ابنه. ابشالوم ابن داود ابتدى يتمرد عليه، وابتدى يديله مشورة شريرة في مشورة شريرة لكي ما يتمرد على أبيه ويبقى هو الملك بدل أبوه، وتكون النتيجة أن المشورات الشريرة ده هي تضيع أبشالوم. لكن الله الحاضر في كل حدث، نعرف أن أبشالوم هو رايح علشان يقتحم وعلشان يملك وعشان ينصب نفسه، شعره يتعلق في شجرة وهو ماشي عقيل، شعره الهايش الكبير ده يتعلق في شجرة، ما حسبهاش، يتعلق في شجرة ويبقى كده متعلق من شعره، وتكون النتيجة نهايته. قلب ينشئ أفكار رديئة. من أين تأتي الأفكار؟ نمرة واحد، تأتي من الإنسان نفسه. قلت لك المشاهدات والقراءات والسماعات اللي بتشوفها ده يتخش جواك أفكار. تسمعوا كتير على الحوادث اللي عمالين نسمع عنها في العالم، لما بيجوا يحققوا ويا الناس يقول لك أصلي شفت شوية أفلام فيها عنف، وده كل اللي في العالم من شر هو نتيجة العنف اللي في الأفلام. السينما دلوقتي، السينما بتقدم أكتر من 90% من إنتاجها العالمي كله في العنف، في العنف وفي الشر وفي الجريمة. طب ده هيعلم إيه؟ ما هي السينما والأفلام عاملة كأنها مدرسة كبيرة عمالة تعلم البشر في كل حتة. طب هتعلم إيه؟ ودي زي ما بقول لكم، هذه مأساة الثقافة الإنسانية، استبعدت الله. الإنسان نفسه، شوف أغسطينوس يقول لنا إيه، حلاوة الخطية لذيذة إلى حين، لكن سرعان ما تنقلب إلى مرارة حادة. اسأل نفسك ماذا ربحت وماذا خسرت، قد تربح لذة وقتية، ذهب أو فضة أو متعة، ولكنك ستخسر صداقة الله. أغسطينوس
خطية قدامها صداقة الله، وده تعبير جميل يعني. نمرة اتنين من مصادر الأفكار الرضية اللي ممكن تدخل قلب الإنسان، الناس اللي حواليك. يقول لنا اختبارات الآباء تقول عبارة جميلة: إذا أردت أن تتعلم الصلاة فصادق إنسانا محب للصلاة، أخذ منه. إذا أردت أن تتعلم الحكمة فصادق إنسانا حكيما. الإنسان، مجتمع الإنسان، أصحابك إيه؟ يقول لنا عن لوط البار: كان إنسانا بارا. يقول لنا الكتاب: كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب نفسه يوما فيوما، نفسه البارة بالأفعال الأسيمة، شايف حاجات وحشة ونفسه نقي، شايف اللي قدامه وحش ونفسه بتتألم. كلمة يعذب هنا يعني تتألم، تتألم كل يوم، لكن لا يسمح للشر أن يدخل في قلبه. لا تضلوا فإن المعاشرات الرضية، المعاشرات الرضية، المعاشرات الرضية مش البني آدمين بس، قد تكون المعاشرات الرضية أيضا الأجهزة اللي في إيدينا، الموبايل في ايدينا، التلفزيون، النت، ما دي معاشرات، مش مع بشر حقيقيين لكن مع بشر افتراضيين. لا تضلوا فان المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة. نمرة ثلاثة من مصادر الافكار الشيطان نفسه. فالشيطان زارع أفكار شريرة. تخيل كده الشيطان عمال يلف في الدنيا وياه شوية أفكار وحشة من كل شكل ولون، وعمال ماشي يوزعها ويبدرها في العالم. رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء. طبعا بنحكي وبنعرف في التاريخ ان الشيطان القى في قلب يهوذا سمعان الاسخريوطي ان يسلم المسيح، انشأ في داخله فكرة رضية، وراح بقى واتفق وباعه وقبض الثمن وخان كل الحاجات، القصة اللي انتوا عارفينها. عشان كده بطرس الرسول بيقول لحنانيا وسفيرة: لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ أيها الحبيب احترس ألا يملأ الشيطان قلبك. يسكن الشيطان في قلب يبقى إنسان شكله إيه ده؟ الله يحفظ الجميع. لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ وبياخد بقى صور كتير، ممكن الصور العصريه زي ما ذكرت، باستخدام اجهزه، باستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثه، بالسوشيال ميديا الى اخره، بكل هذه الوسائل تستخدم فتملا الانسان ثقافه انسانيه بعيده عن الله، فالمكان يبقى فاضي، القلب فاضي، يجي الشيطان يقعد فيه. احترس. اخر حاجه، كيف نتخلص من الأفكار الرديئة؟ أفكار كلنا بتحاربنا، بس المهم أنها تحاربك ما تقعدش، تبقى عابرة. كيف نتخلص من الأفكار الرديئة؟ أول شيء اجتهد أن تنقي قلبك، خلي قلبك حلو. ما أقدرش أحط في قلبي مية نقية إلا ما طلع منه المية الغير نقية. مش ممكن. كلكم لما بتيجوا تشرب أي حاجة، الكوب اللي بتشرب فيه بتغسله، أي حاجة. مش ممكن نتصور إنسانا يشرب في الكوب
ويشرب عليه كل حاجة من غير ما يغسل؟ اغسل قلبك، نقي قلبك، اطرد من قلبك كل ما هو شرير، كل ما هو رديء. الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور، لأن من فضلة القلب يتكلم اللسان، لسان الإنسان. يا ترى بتقعد أوقات هادئة لكي ما تفرغ قلبك؟ وقت هادي كده في خلوة أو في الكنيسة، وقت هادي أو في البيت، تقدر تفرغ قلبك من الأفكار الوحشة. في أفكار بتلح على الإنسان، في أفكار رضية عمالة كل شوية تيجي عنده. يا ترى شاطر؟ وهنا عايز أقول لك شيء مهم جدا، إن من حرص كنيستنا أنها تساعدك في تنقية قلبك، جعلت فيها أصواما كثيرة جدا. فترة الصوم بالانقطاع اللي فيه بالأكل النباتي اللي فيه هي وسيلة قوية عشان تنقي الأفكار الرديئة. يمكن بتفتكروا كده في أيام الصوم الكبير والقداسات المتأخرة اللي بتبقى من واحدة لثلاثة، وانت رايح مدرستك أو جامعتك أو شغلك أو عملك أو البيت، وتبقى جاي تحضر القداس، وطبعا قوتك مش كاملة لأن أكلك مفيش وذهنك محصور فيه أعمال روحية، ما تلاقيش فيه أفكار. اجتهد أن تنقي قلبك. الأمر الثاني، طبعا كتير يقولوا أن أحد وسائل تنقية القلب الدموع، فدموع الإنسان تغسل القلب. ويقول لنا في القديس بولس الرسول وهو بينصح تلميذه تيميساوس: أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. طب قلب الإنسان دخل فيه أمور رديئة، ما تدخلش أكتر بقى، أقف واعمل كده وقفة لقلبك لكي ما تبدأ صفحة جديدة. هو ليه بنحتفل بأعياد الميلاد؟ ليه بنحتفل برأس السنة؟ ليه بنحتفل بأعياد الزواج، بأعياد الخطوبة؟ ليه بنحتفل بالمناسبات دي، بتذكارات رسامات الآباء؟ ليه؟ كل ده وسائل لكي ما نقف عندها، الإنسان يقف عندها ويراجع نفسه، هو قلبه فيه إيه؟ حياته فيها إيه؟ السنة الماضية دخل في قلبه إيه لكي ما يبدأ من جديد؟ نمرة 2، املأ قلبك. انت اول نقطة فضيت قلبك. نمرة 2، املأ قلبك بقى بحاجة حلوة، بأفكار حلوة. احد الوسائل القوية التي تملأ قلب الانسان هو الكتاب المقدس. فاجعل فكرك فكر كتاب، واجعل روحك عايشة جوه الكتاب، وضيف لكده الكتب الروحية، سير القديسين، الكتابات الروحية، التأملات الروحية، كل هذا ينشئ جو روحي. تقول لي يعني معناها ان انا ما اقعدش قدام تلفزيون، ما استخدمش حاجة من الحاجات ده؟ اقول لك لا، بالعكس، اقعد قدام تلفزيون ومارس حياتك، واستخدم النعمة التي وضعها الله في التكنولوجيات الحديثة، كل دي حاجات كويسة، بس لا تدع أنها تكون وسائل تدخل قلبك في أفكار رديئة. املأ قلبك بأفكار حلوة. الحاجة دي اللي هشوف الحاجة دي هتملأ قلبي بأفكار حلوة. ده حين الواحد يقابل صديق أو زميل تلاقي كلامه حلو مريح ويدخل جواك أفكار حلوة، واحد تاني يدخل فيك أفكار رديئة. املأ قلبك بالمعرفة، بالثقافة النقية، استخدم الوسائط الروحية كالتناول، كالاعتراف، كالصوم، الصلاة، وعلى رأسها الكتاب المقدس بكل ما فيه. لما سألوا القديس أنبا أنطونيوس تلاميذه بيقولوا له ازاي نتخلص من الأفكار، قال لهم بسيطة خالص،
إنني عندما أبدأ في قراءة العتيقة ثم أتحول إلى الحديثة، وعندما أنتهي من الحديثة أعود إلى العتيقة. طبعا العتيقة والحديثة اللي هي العهد القديم والعهد الجديد. آخر خطوة تعملها تحرس قلبك. نمرة واحد نقي، نمرة اثنين إملى، نمرة ثلاثة أحرس قلبك. ما تسمحش بقى تدخل فيك أفكار مش حلوة من قراية، من مشاهدة، من زيارة. ما تسمحش بأي فكرة رضية تدخل في قلبك. أحرس قلبك، امنحنا يا رب عقلا مستيقظا. بنصلي في صلاة الستار كده، والإنسان الساهر على نقاوة قلبه يقول لنا بولس الرسول: نحن لا نجهل أفكاره، أفكار الشيطان. عشان كده احترس، خد بالك، احرس قلبك واحرس فكرك، احرس حياتك، ولا تجعل قلبك ينشئ فكرا رديئا. خلي دايما افكارك افكار حلوه. والموضوع ده موضوع كبير قوي، لكن انا اكتفي بهذا القدر. وشوف القائمه: عيون متعاليه ولسان كاذب وأيدي سافكة دماء دما بريئا. كل دي خارجية، لكن يجي في وسطهم ويقول: قلب ينشئ أفكار رديئة. وتكمل بعد كده: أرجل سريعة الجريان إلى السوق، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. يجي في الوسط، دي القلب. فالقلب هو محور كل هذه الحياة. طوبى لأنقياء القلب، لأنهم يعينون الله. لنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.